الجميع باسم جميع الإخوان والأخوات والجمعيات نرحب كثيرا كثيرا بالسيد سفير صاحب الجلالة والسيد نائب القنصل العام بالدائرية القنصلية روتردام ونرحب كذلك بالسيد كارلوس غونزالفيس الرئيس السابق لبلدية دلفسهافن كما نرحب بجميع الإخوان والأخوات بحضور سفير المملكة المغربية بهولندا كرمت العديد من الجمعيات في مدينة روتردام ثلاثة مغاربة من الجيل الأول وقد اختارت هذه الجمعيات تكريم هؤلاء المهاجرين المغاربة عرفانا لهم لما قدموه من خدمات وتضحيات في عدة مجالات اجتماعية ثقافية ودينية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للجميع خلال هذا الحفل التكريمي ألقى سفير المملكة المغربية كلمة نوه فيها بهذه المبادرة الطيبة وذكر بأهمية هذه المناسبات بالنسبة للجالية المغربية المقيمة في الديار الهولندية كنشكر السي بن مريت اللي وجه لي الدعوة باش نشارك الجالية المغربية في روتردام هذا يعني هذا الحدث هذا الرائع واللي هي ولات عند الإخوة الجمعيات المجتمع المدني هنا في روتردام ولات سنة حسنة سنة حميدة مؤكدة ولكن أنا كنعتقد شحال ما نظمنا من يعني حفلات تكريم للجيل الأول سوف لن نفي لهم يعني كل الحقوق احنا كنفرحوا لان قيل لي حين درنا داك تكريم الاخوه يعني هذه واحد عامين بان حسوا بحال اللي تخلقوا من جديد لان اول مره دها فيهم شي واحد يعني قال لهم تعال اجيو انتم راه درتوا واحد الحاجه مهمه وان ما غنساوكمش ف يعني التكريم كيعزز احترام الذات والثقه بالنفس هاد الناس عاد تيكتشفوا يعني خاصه اللي حضروا حين كتقول واحد النبذه يعني على السيره الذاتيه لهاد الناس يعني يعزز لديهم عند الاخوه اللي كانوا حاضرين واحد الاعجاب بالجيل الاول فهذا الراعي الأول اللي أفنى عمره في العمل إذن الجاد الدؤوب رعاية وتربية الأبناء تربية حسنة فإحنا دابا كلنا يجب أن نعمل على تنمية إحساس إيجابي لدى الشباب باحترام كبار السن والتعلم منهم ومن تجربتهم وكذلك معاملتهم معاملة لائقة فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على رعاية الكبار وتقديم فروض الاحترام والتقدير والإكرام لهم نقولها ونكررها وطنكم وأبناء وطنكم وهولندا مدينون لكم دائما وأبدا وفي الختام أرجو من الله عز وجل أن يرزقكم دائما نعمة الصحة والعافية وطول العمر ومفور السعادة والهناء ويعينكم على تحقيق طموحاتكم مشاريعكم أحلامكم ولما فيه طبعا خير ومصلحة ومنفعة المغرب والمغاربة Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dames en heren, ik ben vereerd hier te mogen zijn en u te mogen toespreken. Een belangrijke dag. Ik wil op de eerste plaats wil ik de organisatoren, de samenwerkende Marokkaanse organisaties, feliciteren met dit initiatief. Maar ook de drie heren die vandaag in het zonnetje worden geplaatst, wil ik alvast op voorhand feliciteren. Ik heb in het bijzonder met meneer Farisi te maken gehad natuurlijk hier in Delfshaven. Ik ben
jarenlang bestuurder hier in Delfshaven geweest. Ik heb veel met meneer Farisi te maken gehad. Wat belangrijk is, is om te beseffen dat die drie heren staan symbool voor een generatie. De eerste generatie die heel belangrijk werk heeft gedaan. Zo en zo, ik heb zelf grote bewondering en respect voor mensen van de eerste generatie. Want dat zijn mensen die zijn vertrokken uit het thuisland en zijn in een vreemd land een nieuw leven gaan opbouwen. Ze hebben alles achtergelaten. Familie, moeder, vader, broers, zussen. En zijn opnieuw begonnen in een land waar ze de taal niet kenden, waar ze de gewoonten niet kenden, waar ze de mensen niet kenden. En ze hebben succes gehad. Ihtizaz wa taqdir. Hadart al-yom hafl takrim li mumkin nsemmihom al-fursan. الثلاثة ديال المعقول والجد والانضباط في حياتهم هنا في هولندا وهذا التكريم من 10 جمعيات في مدينة روتردام تكريم مستحق لأن المسيرة ديال الإخوان الثلاثة اللي بجانب الآن مسيرة تعتبر نموذج يحتذى للعمل الجيد للعمل الدؤوب لما فيه مصلحة وخير المغاربة الجالية المغربية في هذه البلاد. تنتمنى أن هذه المسيرة ديال الفرسان الثلاثة غتكون مصدر إلهام ومصدر توجيه ديال الشباب ديالنا في هولندا وغير هولندا. هادو هما المغاربة اللي كيغيروا الصورة النمطية اللي كتلتصق زورا وبهتانا بالمغاربة في هاد البلاد. وكنتمنى ان الشباب يتصنتوا لهم ويتعلموا من الحكمة ديالهم. وكلنا حقيقة خصنا نتعلموا من الجيل الأول، لأن هذا الجيل جاء واشتغل بالمعقول والجيد وفرض الاحترام، والهولنديين إلى حد الآن كيتذكروا باعتزاز ديك الفترة، وكتبت كتب وتصورت أفلام على هذه الفترة هذه. المغربي الحق هي صفات راقية وصفات سامية، يعني وهما جزء لا يتجزأ بهذا المجتمع. يطالبون بحقوقهم المشروعة، ولكن كذلك واعيين بواجباتهم في المواطنة المسؤولة في هذه البلاد. شكرا جزيلا. الرحمن الرحيم. أخي، الشعور ديالي فهي حقيقة أحس بفرح، إنما أي من قدم لك شيئا وكرمك فيجب عليك شكره، والحمد لله مع هذا التقديم كيكون الفرح مرافق. هذا في كل أي شيء يتقدم الإنسان بالتكريم فهو يجي معه الفرح، ونتمنى هذا الفرح هذا يزيد نفرحه عند الله سبحانه عز وجل بهذا العمل. وحنا كنشكروا الإخوان اللي هما قاموا بهذه البادرة، وكيفاش يعني خذونا وشافوا فينا، وحنا ما كناش كننتظروا من أي شيء حد يقدم لنا شيء هدية أو شيء تكريم إلا من الله سبحانه عز وجل، إنما هذا واجب علينا كأبا كمغاربة في هذه البلاد هذه، على أن نقوم بواجب اللي علينا باش نحسنوا صورة ديال الإسلام وصورة ديال المغربي بصفة خاصة في البلاد اللي احنا عايشين فيه. ونتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم كل واحد اللي هو سمع لنا واللي شافنا واللي شاف هذا التكريم هذا على أن يتمنى التكريم ديال الله وديال العزة ديال الوطن أولى من التكريمات ديال الإنسانية. ولكن كل ما قدم لك الإنسان التكريم فيستحق الشكر، إنما الله سبحانه عز وجل من شكر الله، من لا يشكر العباد لا شكر له عند الله. هذا هو اللي غادي نقول لكم، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نضيف فقط شنو قال الأخ أخشار، أنا تنشكر الإخوان وجميع الجمعيات اللي قاموا بهذه المبادرة وهذا التكريم اللي قاموا به، وتنشكرهم كثير. إنما التكريم درناه
كنا نقوم بهذا الشيء ماشي لأجل باش يشكرون الناس أو يقدموا لنا ما قدموا جزاهم الله خيرا، ولكن قدمناه لله تبارك وتعالى وقدمناه بصفتنا كمغاربة وعمل جمعاوي ومبادرة إن شاء الله غنزيد ونزيد ونقوم بها بإذن الله. السلام عليكم. كنشكر سعادة السفير اللي قام بالواجب اعتبر العمل ديالنا الناس اللي خدموا. كنشكر هاد الطاقم تكنيك اللي قام بهاد الخدمة اليوم، كما خدمنا حنايا هذه 30 سنة ملي خدمنا حنايا 30 سنة ما عرفناش حنا كرمنا شي حد ولا، حنا بغينا نكرموا بلادنا وولادنا. صراحة حنا خدمنا باش نكونوا حنا نبقاو في الهوية ديال المغاربة ديالنا، ماشي غادي نتكرموا ولا على شي حاجة. وبصح حنا نشكروا هاد الناس هذوم اللي فكروا هاد التكريم، كرمونا في هاد السن هذا، نشكروهم واحد الشكر زعما ما يتصورش جزيلا. نعاود الشكر لهذا الطاقم وسعادة السفير اللي حضر معنا هذا النهار، الله يرحم الوالدين. اسم ديالي محمد طراز، انا رئيس مؤسسة ابير قراق بروتردام. اليوم درنا واحد تكريم لواحد ثلاثة ديال الاخوان، هاد الاخوان هادو من الجيل الاول اللي جاو في الستينات لهولندا وقدموا واحد العدد ديال الاعمال وخاصة أعمال ثقافية اجتماعية دينية، وخدموا الجالية المغربية وأسسوا واحد العدد ديال الجمعيات والمؤسسات. فاحنا كرمناهم اليوم وربي يجزيهم على العمل ديالهم اللي داروا. الهدف من هذا التكريم هذا وهو أننا الناس اللي كنكرموا هاد الناس هادو لأنهم خدموا الجالية المغربية، خدموا الشباب، خدموا سميتو المرأة المغربية، واللي أهم أنهم خدموا للمغرب لأرض الوطن، لأن كان وطنيين وكان فيهم داك الشيء ديال الوطنية ويحبوا الوطن ديالهم. لهذا الناس هادو خدموا رغم أنهم من الجيل الأول، وحنا كلنا كنعرفوا الجيل الأول اللي جا بكرينا، كاين اللي ما يعرف لا يقرا ولا يكتب، وكاين واخا هكاك ورغم ذلك الصعوبات واللغه ما كايناش، خدموا ناضلوا داروا لنا مساجد. يعني لو كان ماشي الجيل الاول، لان الحمد لله دابا ما كاينش شي مدينه ما تلقاش فيها واحد العدد ديال المساجد، هذا لفضل هذه الجاليه سميتو المغربيه وخاصه الجاليه الاولى. الجانب الثاني يعني من التسعينات لهنا أسسوا جمعيات. الجمعيات هادو كانت الأنشطة ديالهم الثقافة، الدين، التعليم، وخاصة التعليم العربي. حنا كنعرفوا بأن الأطفال اللي كيتزادوا هنايا كيمشيو مثلا كل مرة في العام للمغرب، وعلى الأقل واخا ما تعلموش اللغة العربية ولكن يقدر ينسجم مع سميتو الجد ديالو الجدة ديالو. هاد الناس هادو اللي كرمناهم اليوم كلهم بثلاثة عندهم واحد الدور مهم في تأسيس المدارس العربية اللي كتقري على اللغة العربية ولا المغربية العربية والجانب الديني. هذا هو يعني السبب اللي كرمناهم هذا اليوم. هذا هاد الثمانية ديال الجمعيات دابا اللي كرموا هاد الإخوان هذا، قررنا أننا مرتين في السنة غنبقاو نكرموا الإخوان والأخوات اللي كيستاهلوا التكريم، لأن ماشي يجيو كرم، لأن خص الواحد إلا ما جابش وما خدمش الجالية، لأن هنا ماشي اختارينا ولكن حتى قلبنا ودرنا بحوثات مزيان وشفنا هاد الناس واش داروا شي حاجه مزيان يعني للمجتمع عاد تكرموا. كما شفتوا حضروا معنا جمعيات ومؤسسات ماشي غير من روتردام، كاين الاخوان من اوتريخت، كاين اخوان من ليدن، وحضروا معنا
الإخوة واحد الأخت ملكة المريض من عين شخونهوفة، الجمعية ديالها هي حتى هي شاركت معنا في التكريم هذا، وكنشكروها على الحضور ديالها وعلى الناس اللي جاوا معها كنشكرهم بزاف. فلهذا كنشكر جميع الجمعيات والمؤسسات يعني اللي قاموا بهذا العمل هذا، واللي غادي نزيدوا عاد احنا في المستقبل ان شاء الله، وعندنا اعمال ان شاء الله نتمنى ان امرأة 24 ما تنساناش وكاين من ما يدار ان شاء الله. العفو. وكنسلم على المشاهدين ديال امرأة، وكنقدم لهم التحية ديالي وعلى الاخوان والاخوات اللي ساهرين على هذا السيت هذا، ولا على هذا عاوني بالعربيه على هذه القناه هذه، كنشكرهم بزاف. والسلام عليكم وشكرا والى اللقاء.